جهزوا نفسكم بكرة لحرب من نوع جديد في توب شيف. خلاص حرب المطاعم زجت لنا حرب أخرى. والحرب أكيد تتطلب فريقين. صار في هذا التحدي حاسين أنا ما أحبهمش كثير على خاطر ما مشوش معي آخر مرة. فريق وحرب. شيف باتريك فوزك في ده الاختبار يديك امتياز تقسيم الفرق. رح يطلع لي حصانة ورح أقعد لتاني مرة على طاولة الحكام ورح أقسم الفرق. ماني مرتاح مع الفكرة كثير لأنه الشيء الوحيد اللي بعدني بيجهروا عن شيف باتريك كيف بيفكر بهيك المواقف. تفضل اختار الفريق الأول. شيف تركان، شيف نبيل، شيف بلال. شيف باتريك حب يحطني في فريق اللي أنا اشتغلت فيه قبل وطحنا. رابع مشترك بالفريق الأول شيف شربيل. طريقة تقسيم الفرق ما حبيتها أنا. بالعكس ليه؟ ما أنا كنت بنفس الفريق بحرب المطاعم محلي حطيت شيف شربيل. مش بهالطريقة في يخلص منها. إذن الفريق الأول يضم شيف بلال، شيف شربيل، شيف نبيل، شيف تركان. والفريق الثاني يضم شيف نسيم، شيف مناف، شيف نجلة وشيف طارق. باتريك ذكي يعني عرف كيف يقسم الفرق عشان يحلل الوضع شوي. خلص أنا بالأسبوع الثامن فبعتقد صار وقت هيك نبلش نقرص شوي على كل الميلات. تحدي هذا الأسبوع هو تحدي إعداد أطباق باردة. الأطباق الباردة أصعب من السخنة، أي غلط بالطعم ببين أكثر من يكون إشي سخن. كل شيف ضمن فريقه لازم يحضر طبق بارد من اختياره. أنا هنا يا ارتحت، قلت يعني ما راحش مربوط فارق، يعني كل واحد راح يعمل الشغل اللي يحبه هو. بس الحرب الباردة حتشتعل بينكم لما كل فريق منكم يتحول للجنة حكم وعليه إنه يختار أفضل طبق وأضعف طبق للفريق المنافس. هون دخلنا بالحيط. ممكن الفريق يكون عادل وينقي أحسن طبق وأسوأ طبق زي ما هو مفروض، بس ممكن تصير ألعاب تانية ما بنعرف فيها يعني. ودور حكام توب شيف في النهاية اتخاذ القرار بالشيف اللي هيغادر المنافسة من بين الطبقين الأضعف اللي أنتوا اخترتوهم. يعني بين يدكم اليوم مصير واحد من زملائكم في المنافسة. يعني هنا اللعبة راح تكون فيها استراتيجية كتير كبيرة. دحين حنديكم الفرصة عشان تسموا فرقكم من وحي أجواء الحرب الباردة. تفضلوا. شاورنا نحن الفريق وطلعنا باسم قطب. شيف مناف قال خلنا نسميه نسيم. الاسم ياي من معنى اسمي اللي هو الهواء البارد. فإذن حيكون فريق القطب بيتواجه مع فريق نسيم. وبكرة في الصباح حتروحوا على سوبر ماركت الدانوب لمدة نص ساعة عشان تتسوقوا مكونات أطباقكم بمبلغ 2000 ريال سعودي لكل فريق. وبعدها حترجعوا المطبخ توب شيف لتحضير دي الأطباق لمدة ساعتين. وعلى طاولة التذوق حينضم كل فريق للحكام ورابح الاختبار.